ما يحسني حد خاطر حكايه بيناتي انا وهي اليوم باش نفضها كي درا شنو تعمل راس راس عندي برشا ما حكيتش عليها باش نحكي عليها اليوم كلم فيه الحكومة وخايتي لاباس الحكومة راكي قارتيني وفدتيني وفتقتيني من بعض الحكومة بلا مع بعضنا الجمهور يحب يسألك لاباس ما ظهري خاطر الشعب مش لاباس بصراحة والله العظيم شو معناتها عادي معناتها قول نسال اش تكلم كانك انا وحد نحسبني وخايك انا راس راس ما يسمع فينا حد هي نورمال كان مريضة شوية بالكش عندك السخان كان عندك سخانه ولا تحبي ترتاح باري يرقدي ما يصير شغل يقفي قولي برجولي انا نحب نرتاح ارتاح 10 ولا 20 سنه ارقدي فيهم مليح اكثر ما كي راقد ومن بعد ارجع نستنوك راه ما عندنا حتى مشكل نستنوك راه تعرف شنو شيء يدوخ راه صدقوني شيء يهبل في الحكومات وقال شنو ما عندناش تجربه باش لازمك ترشحي في روحك والله يسيبها باش لازمك بدي راه شعب عامل ثوره راه الحكومه بنيت عمي يا اخي تتعلمي في الحجام على روسلي تاما يا ريدي خيرين يا خويا خدمي شنو كثرتي لها بصراحة قولي قولي وقف الحكاية قولي برجو لا يا راهي صعبت علي الحكاية ما نجمش نخلط ما نجمتش بالله نحب نسألك يا حكومة يا أخي متكيفة شايدة ورا شايدة كي متكيفة تكلمي نورمال ما عندناش مشكلة نعرف شعب بسبري نسيبولك اللعب والله العظيم لنعدوك تحليل بيجي أما على الأقل كيفي وتفكرين ولاش نسيتنا وخي راهو شيء دوخ راهو والله كان نهار فرحت شويه باش ما نظلموهاش خاطر عندها سلبيات وعندها ايجابيات فرحت كي سي حماد جبالي يذكره بالخير مشى لك حايزه شوف اش عمل عرعور على كزباب ودرا شنو الوساخ عجبني بصراحه اما في الاخر فسد قال نحملوا الحكومه المسؤوليه سي حماد يا خدنا شنو بالك شي بعثتك الامم المتحده باش تزورنا قال لي عادك السيد رئيس الجمهورية سي منصف المرزوق المرزوق غيرك رئيس راه تعرفش معنى الرئيس اخي ماكش مصدق اخي ماكش مصدق والله العظيم رئيس اقسم بالله العلي العظيم راك رئيس بالله المرزوق شنو رئيس صدقت تو اخي نكذب عليك وكان نهار شو طلعت لنا بها مرة الفات قال تونس إلى أين؟ أبوي كانت الشوفور ما تعرفش وين ماجيين نحن مش نعرف شو دوا ولا شيء دوا سي مرزوق يا أخي وينك مواد الإفطار؟ وش بيك مشيتش سنين لدار العجز؟ وينك الإعانات ولا تستنى حتى تجي الانتخابات؟ إيه خويا شنو برج ولا يا حكومة اسمع أنا تو نكلمك راس راس أنا وحد ما يسمع فينا حد كان تونس يا اخويا كان شو ننصحك نصيحه شوفي وجهك في المراية تعرف شوفي وجهك في المراية ترى وجهك ملخلخ واصفر تحبيش كسترونجيه تهدي بيه اعصابك يا اخويا تحبيش نهزك لسيد الحلفاوي نكويلك نحسك مفجوع على خاطر برجولي ولا نحلو عليك كثير بالك شي مسحور اسمع راه خاطرك جماعه المعارضه يعملوا راه باي ولا بالك شي ياخذوك بعين ولا قول علاش باش ياخذوك بعين على زينك ونقول على شيخ ذوك بعين على زينك على قدك على خدمتك اللي تخدمي فيها تفرج السيد شهرين يخصي 200 ألف ما خلصش فيها 200 ألف ياخذ بهم حمص هما كل يوم يا اخي اش بيك رايده خليك رايده ما كهو ننصحك نصيحه بالحق شنو هو؟ كلمتني كيفاه عامل فيك الصيام؟ نستنوك بعد رمضان باه نستنوك اما نقول لك من تو سكتنا عليها ياسر برجولي سكتنا عليك سكتنا عليك طافينا عليك الضوء قصت علينا الماء تو شيء او ننسك من تو انا هذي لا ينهضوا بيك الانتخابات جايه على الابواب اخدم على روحك ما باش ما تقولش من بعد ما نصحتكش انا نصحتك بنيت عامي رجلي امورك ونرجع لكلام شكسبير توحشناه انا برشا ما حكيناش عليه لا يغرك نوار دفلة في الواد عامل ذليل ولا تعجبك حكومة حتى تشوف الفعايل محمد العربي النجدي